تبارك اسمك يا رحمن، فاقبلني أرجو الغفران. تبارك اسمك، تبارك اسمك، تبارك اسمك يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ساعات بيجي في الامتحانات أسئلة اختياري وأسئلة إجباري، وفي ناس بتختار انها تحل كل الاسئله وتقول لك اصل هم هيختاروا الافضل. يعني مثلا لو 4 اسئله منهم سؤال اختياري، يعني مش مطلوب الدرجات، اللي على 3 اسئله يحل الرابع ويقول لك اصل هم لو انا حليت 3 نص نص هياخد احسن درجه. المعنى ده له علاقه برضو في اعمالنا. ساعات احنا بنخلط اعمال سيئه واعمال صالحه. يعني مثلا واحنا في رمضان في ايام تحس كده ان انت قمت بخشوع وتحس ان انت كنت قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وتحس ان انت يعني في حاله ايمانيه عاليه جدا وبكاء من خشيه الله وتقرب الى الله، وربنا فتح عليك بالدعاء، تبقى نفسك ان ربنا يتقبل منك، او هي دي الليله اللي تكون مثلا ليله القدر، او هي دي الليله اللي تكون فيها يعني ليله التوبه، او خير ليله مرت عليك منذ ولادتك امك، ليه؟ لانك انت كنت احسنت فيها. وتلاقي في ليلة تانية يعني لا، ما كانش الموضوع كويس قوي، او كان مثلا خلط قلبك شوية رياء او شوية عجب، فما تبقاش حاسس ان هي دي. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه؟ اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا. احسن ما عملوا، ان ربنا يتقبل احسن حاجة في عملك، ان ربنا اصلا يتقبل عملك. اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. تخيل ان او تامل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منك احسن حاجه. لو هيقبلك بيقبل لك افضل حاجه انت عملتها، وده معنى مهم جدا، او صفه اصلا وفعل من افعال الله، وهو فعل القبول اساسا، انك انت تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بقلب وجل. وجل ليه؟ ربنا بيقول والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون. أول ما السيدة عائشة سمعت الآية دي قالت وجلة، ويعني خايفين وزعلانين أو حاجة، يبقى معنى كده إن هم الوجل ده نوع من القلق. فقالت أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يخافون ألا يتقبل منهم. اللي عارف ربنا بصفة القبول وإن ربنا بيقبل، وآيات كثيرة جدا في القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القبول، يخلينا نحمل هذا الهم. أو كلمة سيدنا علي بن أبي طالب كونوا لقبول العمل أشد هما من العمل، إنك تبقى نفسك إن ربنا يقبلك. لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله لا يقبل إلا أن يكون العمل خالصا لوجهه. في حاجات صفات للقبول، وتلاقي آيات كتيرة جدا فيها كلمة القبول. حتى مثلا التوبة، يعني التوبة أصلا إن ربنا يقبلها. الفكرة ان ربنا يقبل التوبة، وده مش صعب ومش تعجيزي، بس له حاجات معينة بتبقى انت يعني لها صفات معينة. مين اللي ربنا يقبل منهم؟ لما ربنا يقبل التوبة يقبلها من مين؟ يقبلها من اللي بيقترب، من اللي بيعمل الصالحات، من اللي بيتواضع لله عز وجل، من اللي بيعترف بذنبه وبيتواضع لله عز وجل، مش بيعلو يقول لك انا ما بعملش حاجة ده انا احسن من غيري. لا، اللي بيعترف، اللي بيتواضع، اللي بيرجو من الله عز وجل وبصدق وبحرقة وبندم، ندم وتوبة، هو ده اللي بيتقبل ربنا سبحانه وتعالى منه. ولذلك في ناس ربنا قال لا، دول ما بنتقبلش منهم أصلا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. يعني لو عمل إيه أصل القضية؟ ربنا غني أصلا عننا، أمال مين؟ لا، الفكرة هو كان عقيدته إيه وقلبه كان عامل إيه. إحنا لازم نفكر في المعنى ده، لازم نفكر في العقيدة، في القلب، في المشاعر اللي بتخليني يعني شوف الاهتمام بالمشاعر زي الوجل مثلا. الشعور ده إن الإنسان لما يعمل طاعات عظيمة جدا وفي آخر الطاعات اللي عظيمة ويبدأ يفكر يا ترى أنا ربنا قابلني ولا لأ، مش بقى يعلو كده ويعجب بعمله. ربنا بيقول ولا تمنن تستكثر. في ناس بعض الطاعات كده تمن على الله، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم مؤمنين. اصلا انت اصلا لو مؤمن ده انت ربنا سبحانه وتعالى اللي من عليك انه هداك للاسلام وللايمان وللمشاعر الطيبه وللعبادات الطيبه. فانت لما بتتواضع لله عز وجل ده بيكون من اسباب القبول. لما بتستسلم لله ربنا سبحانه وتعالى بيقبلك، لانه قال ايه؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. شوف الكلام عن القبول متكرر ازاي في القران. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه.
تلاقي ده بيتكرر، معنى القبول في القرآن موجود بكثرة، وتلاقي حتى في كلام الأنبياء. يعني سيدنا إبراهيم مثلا بعد ما عمل عمل عظيم جدا، بعد ما يعني بنى البيت، إذ يرفع إبراهيم أعاد بناء البيت، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا أول حاجة تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. لكن البداية تقبل منا، منشغلين بالقبول، بيطلبوا من ربنا القبول، بيطلبوا من ربنا إن يعاملهم بهذه الصفة، إنه يقبلهم، إنه يتقبل منهم أحسن ما عملوا، ما يكونوش زي الذين كفروا ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. دايما ربنا بيتكلم عن الكفار بهذا، اللي عنده فساد في المعتقد، اللي ربنا ما بيتقبلش منه العمل، العمل لو ما كانش على هدي أو لو ما كانش بإخلاص ربنا لا يتقبله. فتطلب من ربنا دايما أنه يطهر عملك مما علق به، وأنه يتقبل أحسن ما فيه، يتقبل. ده بداية أصلا أول معصية حصلت في تاريخ هذا الجنس أو في تاريخ البشرية كان بسبب موضوع القبول ده. لما ابني آدم ربنا بيقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. أنا عرفت دلوقتي أو عرفنا ساعتها ليه ربنا ما تقبلوش، ده راجل أصلا عنده غل وعنده حقد، قال لأقتلنك عشان ربنا تقبل. طب ما تشوف هو تقبل ليه، عشان كده الصالح قال له إيه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ده اللي على الطريق اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. أنت قلقان إن ربنا يقبلك، شوف حالك بعد الطاعة، شوف الطاعة أثرت عليك، إن غالب مش هقولك إن أنت بقيت معصوم، لكن غالب حالك إن أنت بقيت تقي أو بتحاول تتقي ربنا. أبشر لو أنت كده، ربنا قالها هو محكمة، إنما يتقبل الله من المتقين. الابن الصالح من أبناء سيدنا آدم قال له كده، قال له عايز ربنا يقبلك زي ما قبلني، اتقي الله، اتقي الله وربنا بيقبل المتقين. ودي علامة القبول، الحسنة بعد الحسنة، انك انت اصبحت مختلف، انك انت بقيت انسان على تقوى من الله عز وجل، على قدر من محاولة التقوى، حتى بتبذل وسعك انك تتقي الله عز وجل، ده من علامات القبول. لكن في المقابل ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. اللي بيزود المعصية او بيزود الكفر او بيزود العصيان بعد الطاعات لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. ففكرة القبول دي مفروض انها تشغلك، ومفروض ان نتعامل مع هذه الصفة من صفات الله، ازاي ربنا يقبلني وليه ربنا يقبلني. ربنا يقبلك لما تتقي الله عز وجل، ربنا يقبلك لما قلبك يكون فيه هذا الوجل والحرص على القبول والحرص على انك انت ما تزكيش نفسك. سيدنا ابو الدرداء كان بيقول لو اني اعلم ان الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت. قالوا ليه طب يعني بتقول كده ليه، قال ألم تسمع قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، فلئن تقبل الله مني فأنا من المتقين وإن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شوف كانوا بيفكروا إزاي، شوف بيربطوا القرآن بينه وبين بعض إزاي. مش يجي يعمل الطاعة ويقول أنا خلاص عملت أقصى حاجة ويبدأ يمن، لا، أهم حاجة ربنا يقبلني. بقول لك سيدنا إبراهيم هو بيبني البيت، بيعيد بناء البيت، يقول تقبل منا، تقبل منا. مين اللي بيقبله؟ ربنا اللي اتى الله بقلب سليم، زي ما سيدنا ابراهيم برضو كان بيقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. امال مين، مين اللي بيتقبل منه ربنا، مين اللي بينفعه؟ الا من اتى الله بقلب سليم. قلبك شكله ايه تعرف ساعتها قبولك عامل ايه. ربنا مش هتقدر تزكي نفسك وتقول ربنا قبلني، بس هتقول له يا رب اقبلني، اقبلني يا رب. ده يكون شعارك بعد الطاعات وفي اخر الطاعات، يا رب القبول، يا رب العمل ده. لان البديل ان العمل يحبط، تبقى تعبت وعملت اللي عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة ان رجل رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر والنصب. يعني عمله رغم تعبه حبط. ليه؟ لان ربنا ما تقبلوش. انما لما تبدأ تفهم إن ربنا بيتقبل من المتقين، وإن الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة، وإنك تبدأ تطلب من ربنا القبول وتدعو من الله القبول. لذلك كان الصحابة مثلا بعد رمضان وهم بيتقابلوا كده يقولوا تقبل الله منا ومنكم، عارفين عارفين إن بعد الطاعات لا القبول، القبول. والحاجة التانية بقى الثبات، لكن دي هنتكلم عنها في لقاء تاني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك اسمك يا رحمن فاقبلني أرجو الغفران. تبارك اسمك يا رحمن فاقبلني أرجو الغفران. تبارك اسمك، تبارك اسمك، تبارك اسمك يا رحمن.